عبدنا بها. والغريب يعني الغريب أن ذول اليهود في واقع الأمر الثقل الكبير في إخراجهم وقع على عاتق هذا الرجل، على عاتق علي عليه السلام. يعني هو الذي قاتل اليهود قتالا ضاريا واجتاح حصنهم، أباد صناديدهم، مو رحم الله الكعبي. يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في داليتا: يا صاحب المجد الذي لجلاله عنت السرايا مبغضا وعنيدا، لك غر أفعال إذا استقريتها أخذت علي مفاوزا ونجودا. إلى أن يقول له: ولخيبر خبر يصم حديثه شمع العدا ويفجر الجلمودا، يوما يوم به كنت الفتى الكرار والمغوار والمحبوب والصنديدا. من بعد ما ذهب الجبان براية الإيمان تلتحف الهوان برودا، فخرجت ترقل والقلوب شواخص، والنصر يرمي نحوك الإقليدا، وأبحت حصنهم المشيد، فلم يعد من بعد ذا حصن لهم حصن لذاك مشيدا. في داليتا هذا موقف الإمام سلام الله عليه مع مرحب وقتل لمرحب واجتياح لحصن وقلع للباب لباب خيبر، تلك الباب التي لا يقوى على تحريكها إلا 40 أو أكثر يتكرس بها. كل هذا يجي واحد مؤرخ في وسيلة من وسائل الإعلام الإسلامية يقول هذا كله كذب، ماكو عليهم طالب، مو هو اللي قتل مرحب. ما أعرف يعني، أرجوك علي بن أبي طالب ترى ما يصب بجدولنا، يعني شوي إحنا بشيء من التأمل. علي بن أبي طالب يصب بجدول المسلمين بصورة عامة. يعني أنا وإذا قلت أنت كبش السرايا لم أرد أن أعده للنطاح، أنت للمسلمين طرا رصيد يتساوون فيه بالأرباح. يعني في واقع الأمر أبي طالب مو محسوب عليه، لا لا، أبي طالب للمسلمين، كل ذرة من كيانة هي لخدمة الإسلام والمسلمين. ليش الموقف من عنده؟ طبعا أنا لما أجد لي واحد يقف من عنده الموقف ما أرتاح له أبدا، ما أرتاح لما أجد لي واحد يقف موقف سلبي. يعني لا، الدين ما يسمح لي أن أرتاح من عنده، ما ممكن. فقضية اليهود في واقع الأمر وكسر شوكتهم وتحويلهم إلى أناس أذلاء إنما تم على يد هذا الرجل في واقع الأمر، اللي قاتلهم واللي دحرهم واللي انتصر عليهم واللي احتل حصونهم هو هذا الرجل. على العموم أعود للموضوع.